من آخر، وفي المنطقة الشرقية الشرفي والاتفاق التقوا الليلة واجتمعوا في ناديهم من جديد. الاجتماعات المكثفة لأعضاء شرف الاتفاق في الآونة الأخيرة كشف من خلالها عن أن آلية ولائحة جديدة وضعت وتم إقرارها واعتمادها من قبل الشرفيين، وسترفع للاعتماد النهائي من قبل الأمير نواب بن فيصل بن فهد في الأيام القادمة ليتم تطبيقها مباشرة وفقا لما ورد إلينا من متابعة اليوم. فيصل القحطاني كان قد تواجد هناك وبكاميرا الملعب تابع تفاصيل ولحظات البداية الأولى لهذا الاجتماع. بداية نحب أشكر جميع من حضر، وأشكر الأخ العزيز الدوسري سعد رئيس النادي على توفير يعني أجواء الاجتماع ومساعدة الأخوان علي السيد وزملائهم لإرسال الدعوات وتلبيتهم. واليوم زي ما شفنا يعني هذا مش مستغرب على من حضر اليوم، حضروا بالفعل للوقوف مع النادي والاهتمام بأمور النادي بشكل عام. اليوم طبعا الشيء اللي يعني نهني نفسنا جميعا فيه هو الموافقة على إقرار لائحة تنظيم الهيئة أعضاء الشرف، وهذا إن شاء الله توافق عليها الجميع، وراح ترفع إن شاء الله سعادة رئيس النادي راح يرفع لرعاية الشباب لأخذ الاعتماد موافقة عليها، ومن ثم ندعو لاجتماع قادم إن شاء الله لوضع الآليات وتنفيذ اللائحة الشرفية. دكتور، خلينا نسألك عن التنظيم الجديد، معلش نسبة الأحداث شوية، من التنظيم الجديد؟ طبعا لائحة، هناك من رعاية الشباب مشكورة قامت بإصدار لائحة استرشادية لهيئة أعضاء الشرف لجميع الأندية، وهي شيء اختياري لكل نادي له الاختيار أنه يسترشد فيها ويضع لائحة الخاصة فيه باسترشادا باللائحة اللي أصدرتها رعاية الشباب. النادي قام بذلك واستسقينا باللائحة التنفيذية اللي قامت بالأندية جميلة أخرى، فاتفق الجميع على مواد محددة ووضعناها واللي تنظم العمل الشرفي والأعضاء الشرف في النادي ومع التعامل بين هيئة أعضاء الشرف و التنظيم مع الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة النادي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر الإخوان أعضاء الشرف اللي حضروا، حضور جيد اليوم أفضل من مرات كثيرة، ونتمنى إن شاء الله في المرات القادمة يكون في تفاعل أكبر وحضور أكبر. اليوم كان في مناقشة لائحة أعضاء الشرف واعتمادها، على أساس إحنا نرفعها لرعاية الشباب كمجلس إدارة لاعتماده، وبعدين العمل في باللائحة هذه، تشكيل مجلس تنفيذي وتشكيل كل يعني المجالس التابعة لها. الحمد لله تم الاعتماد، كان في بعض المناقشات، حيصير في بعض التعديلات الطفيفة عليها، وإن شاء الله نرفعها للرئاسة العامة لرعاية الشباب والاعتماد. والله ما كان في عندنا بالنسبة للعب الفريق، وإحنا يعني ما نبغى يعني نخلي دائما اجتماعات، رغم أن احنا في حاجة، ولكن أيضا احنا ما نبغى نخلي الاجتماعات هي كل دعم لمجلس الإدارة. الحمد لله يعني سيرنا أمور النادي، الرواتب الماضية دفعناها وتحملنا يعني المبالغ اللي كانت ناقصة، وإذا كان في دعم يعني احنا نرحب فيه من أي شخص، لكن الآن كان الاجتماع هذا الاعتماد لائحة أعضاء الشرف.